اول 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 كل حلقه لازم كيف تقعد هيك انه يلا خلص جاهزين يلا خلص جاهزين هلا رح لازم نبلش نحكي. انت بتخوفي على فكره لانه انت شاطره كثير في التقليد فبتخزني بتشوفي بتراقبي وبتخزني. انا صراحه بعرف يعني صراحه اخزن وبعرف الاقي اشياء كثير حلوه في قدامي عشان اكلده. ويا حبيبي يا جهاد يوم من الايام تلطشني حلقه في يوم من الايام. ويا حبيبي يا جهاد على جد يا حبيبي يا جهاد انت اليوم شكفه 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 طالعه حبيبتي عيونك الحلوين عن جد بتاخذي العقل انتي وانتي وانا صرت تبعتوا كيف اليوم بالصدفه على فكره ما كنا ملبقين مع بعض اليوم يوم الجينز العالمي يوم الجينز الجينز العالمي وما فيش تخزيق يعني غريبه عن جد ما في ولا خزقه يعني احنا تعودنا هلا في الموضه الجديده كل الجينزات مخزقه اليوم احنا الثلاثه لابسين ثلاثه جينز ثلاثه نفس اللون محترم ما فيش اي تخزيقه بديتي تعاكسي انتي شوفي تعال نعمل كلمه شو معقول نطلع بجمله معاكسه على كلمه تخزيقه خزق بنطلونك يا حلو يا خراب ميس ما لحقتيش تقعدي بعمان يا لطيف ها ما لحقتي تقعدي انت بعمان من وين عم بتجيب ما هو يعني ما هذا استني شوي علي كم من لطشه صار واصلك انا صراحه كم انا بحب اتلطش عشان بس ما اكذبش عليك انا بحب اتعاكس اضحك عليك واضحك على نفسي وعلى المشاهدين انا واحده بحب اتعاكس لو روحت البيت ولا مش متعاكسه ممكن يحصل لي ديبرشن انه ما تعاكستش عندي مشكله منال بالموضوع انا شخصيا شو يعني انا مع انه اي صبيه او اي شاب كل انسان بحب يسمع مجامله وهيك كومبلمنت حلوه كل انسان حتى الاطفال دائما بنعطيهم كومبلمنت تشجيعي الشاب نفس الشيء البنت نفس الشيء انه تسمع كلمه حلوه مجامله او ملاحظه حلوه بس انه تتعاكس وتتلطش وتسمع كلام وتسمع وسخ دنيها انا اكيد لا يعني انا قصدي المعاكس اللي بحكي عنها او التلطيش اللي بنسميه هون بالاردن قصدي بالمعاكس الحلوه الدمها خفيف الكيوت هيك هي سيف ذو حدين كمان يعني عن جد سيف ذو حدين يعني مرات ممكن تسمعي انت مثلا شو هالحلاوي بس النيه بتكونش عن جد انه صادقه مثلا حسب. انا بحكي لك شو هالحلاوي يعني بتحسي بتوصلك انه صادقه طريقه الدليفري مختلفه لما طريقه حدا لذيذ وحدا كيوت وحدا هيك هي سيف ذو حدين يعني مش بالضروره انه لما حدا يعطيكي معاكسة حلوة أو مجاملة حلوة إنه بتكون الطريقة اللي بحكيها لطيفة صراحة الشباب صاروا كتير في منهم كتير يعني في قلة أدب عم بتصير هلأ بطريقة التلطيش والمعاكسة في الشوارع صاروا عم بيتمادوا صاروا ما عندهم باوندريز ما في أثكس ما في أخلاق ما يعني اللي بده إياه حيساويه ومش خايف منك